مصر كنا بنقود الأمة العربية دي بأم كلثوم، كنا بنقودها بعبد الحليم حافظ، كنا بنقودها بمحمد عبد الوهاب، كنا بنقودها بالفيلم المصري. احنا مش عايزين نقود، يعني مش محتاجين ان احنا نقود الأمة العربية دي. وصعب قوي ان احنا نقول بأمانة ان احنا بنقود الأمة العربية واحنا معتمدين على اخواننا في الخليج او كده على المساعدات. نقود ازاي يعني؟ لما هما يدونا فلوس يبقى احنا مش هنقدر نقود، ومش عايزين نقود ولا حاجه، احنا عايزين نبقى كلنا امه عربيه واحده مع بعض في شكل واحد متضامنين. مساله القياده دي مساله تيجي بالتاريخ، تيجي بالثقافه، تيجي زي ما تيجي، لكن مش محتاجينها. ودي كمان ممكن تصير يعني بيننا وبين اشقائنا، يقول لك انتوا تاخدونا باماره ايه؟ يعني مش عايزين نقود حد. احنا والله اللي شايف ان احنا دوله قائده، اهلا وسهلا. شايف ان ثقافتنا ان احنا ام كلثوم، واحنا عبد الحليم، واحنا محمد عبد الوهاب، واحنا نجيب محفوظ، واحنا كده اهلا وسهلا كده. وهم يقولوا كده ماشي، انما احنا انا مش شايف ان احنا لازم نقود الامه العربيه، او ان ده ليه دخل في فخر الاستثمار. غير الاستثمار بكل بساطه عايز يشوف مناخ ما تعطلوش حاجته، يجي يحط استثمار في بلد يكسب منه بكل بساطه، عايز يكسب فلوس. هو تصدق ان في اي مستثمر ليها اي هدف تاني خالص غير انه يكسب؟ يبقى احنا دورنا بس ان احنا نغير الثقافه دي، لان في ثقافه موجوده ايضا. زي في تصريح امبارح يقول لك ان شركه الوزير الاسكان، بيقول شركه ارب تك، بس من غير ما يزعل مني يعني، ما لازم بقى حد ياخد كلمه النهارده، مش معقول كده يعني. يعني بيقول لك ايه؟ ان شركه ارب تك اللي جايه تبني المليون مسكن مش هتكسب غير 7.5%. طب ما تكسب 10.5%، انا مالي انا ما يكسب كده؟ ما يكسب اذا كان هيعمل لي مليون وحده اسكانيه بسعر معقول ويحل ازمه السكن للشباب ويفك ازمه، ان شاء الله يكسب 20%. مش انا هاخد منه ضرائب وهاخد منه جمارك وهشغل الشباب؟ انا مالي يكسب كام؟ انما في عقليات ايضا مش في مصر بس، في الوطن العربي كله، بيقول لك ده جه حط مش عارف كام وكسب كام. يعني هو لازم مستثمر عشان يبقى مستثمر كويس يجي بلد يتخرب بيته ويفلس، هو ده المستثمر الهائل اللي احنا عايزينه. ثقافه غريبه جدا. طب انا استفدت ايه لو فلس؟ العمال هيتشردوا، وفرص العمل اللي انتوا مستنيينها ما جاتش، والايراد اللي كان هيجي من الضريبه والجمارك ما جاتش. بالعكس، احنا عايزين كل واحد هنا يجي يكسب زي ما يكسب، فده ما يؤدي مع عليه للدوره من ضرائب وجمارك، ما يكسب مش هرضى 100%. انا مالي؟ ما طولت ولا لسه؟ دور رجال الاعمال المصريين في فتح افاق جديده للاستثمار الانتاجي بعد دي نقطه مهمه جدا. اولا، في جزء كبير من رجال الاعمال ما توجهش الى العمل الانتاجي، مازال مستمر في مساله الاستيراد والبيع وبتاع، مش عايز يخش في مرحله انه ينتج في مصر او يصنع او يعمل، بحيث انه يفتح فرص عمل اكتر كتير جدا من العمل التجاري. فده نداء ليهم ان يتحولوا. احنا ابتدينا كده في الاول وتحولنا بعد كده لمصنعين ومنتجين بعد ما فهمنا الشغل ماشي ازاي. النداء ليهم ان نمرة اتنين، ان اللي كان بيبقى عنده فكر ان هو يستثمر بره، ان بما ان الامور اللي كانت مضايقانا كلها ابتدت تتحل، ان احنا نركز استثماراتنا في الفتره اللي جايه هنا في مصر. وده بيحصل، وانا شايف الروح دي موجوده عند مش كل، لكن كثير من رجال الاعمال اللي حضروا معانا في المؤتمر يعني.